كما تعرف الجميع راه عشنا على الاعصاب ديالنا، وراه كما تعرف ان هذا الماتش ديال غانا كان خصنا نربحوا باش ندوزوا للماتش الثاني باش نهنيو باش ندوزوا للادوار الطلائعيه الاخرى، حيت شنو المطلب الجماهير ديالنا حنا هو الكاس يجيبوه، ولكن مدرب غايه في الذكاء ديالو، ما دخل لعابه ما عندهمش تجربه، دخل لعابه ما كاينينش ما عندهمش تجربه في كاس افريقيا، ولكن الحمد لله جابوا ثلاث نقاط. تتمنى لهم الخير الماتش الثاني ان شاء الله ويمشوا ايطا بوغ ايطا. لا دابا كما تعرف الجميع كاينه كورونا وش راه مشينا وتجينا الحوايج وداك الشيء باش، ولكن كاينه كورونا، ولكن الحمد لله دابا اللي كاين تما يقتل غرض. حنا المطلب ماشي الفرحه ديالي يجيبوا الكاس. حنا دوزنا تجربه مشينا النهائي في تونس مشينا الربع، ولكن حنا دابا الربوع ان شاء الله نجيبوا الكاس باش المطلب الجماهير كل شيء يفرح الشوارع وكل شيء. اللاعبين المنتخب ان شاء الله يسمعوا. اللاعب انا مطلوب كمطلب وك شغوف ديال كره القدم ومشجع ديال اسود، بغيناهم ان شاء الله يجيبوا هذا الكاس ويفرحوا هذه الجماهير، هذا هو المطلب ديالي، والله يسر لهم دنيا واخره ان شاء الله. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.